بساحة إن قطيوط انطلقت فعاليات المعرض الجهوي للكتاب في نسخته الخامسة تحت شعار التحفيز على القراءة مسؤولية الأسرة أيضا. وتهدف هذه الدورة إلى إدماج المعرض في محيطه الاجتماعي والحضري وتقريب المنتوج الثقافي والكتاب على وجه الخصوص من مختلف الشرائح الاجتماعية بالمدينة. يندرج المعرض الجهوي للكتاب والنشر بمدينة طنجة ضمن سلسلة موصولة الحلقات من المعارض الجهوية والمحلية التي تشرف عليها وزارة الثقافة بهدف دعم الكتاب المغربي وتشجيع على القراءة. وتتميز هذه الدورة بطبيعة الحال ببرنامج ثقافي غني وثر بمشاركة ثلة من المبدعين والنقاد والكتاب والناشرين، وكذلك بمجموعة من الأنشطة الموازية التي تصب كلها في دعم القراءة والتعريف بالكتاب عموما. الجديد في هذه الدورة هناك ربما ثلاث أشياء جديدة يمكن أن أذكرها. أولا هو الخروج من الفضاء المغلق للمندوبية والانفتاح على المحيط العام وعلى الفضاء العمومي داخل المجال الحضري لمدينة طنجة. أردنا أن يكون هذا الفعل الثقافي يعني منخرطا ومزروعا في قلب المدينة وقريب جدا من الساكنة من مختلف الأحياء الشعبية. نحن أمام حي المصلى، أمام السواني، أمام عين قطيوط، بمعنى نحن في مرتكز وفي نقطة مفصلية جد مهمة على المستوى الحضري. المعرض يمتد إلى غاية 28 يونيو الجاري ويعرف مشاركة 35 عارض يمثلون دور النشر وطنية، جهوية والعديد من المكتبات والجمعيات العاملة في مجال الثقافة والنشر، بالإضافة إلى مراكز ثقافية أجنبية. كما ستعرف الدورة الاحتفاء بإصدارات مؤلفين وكتاب من طنجة وموائد مستديرة وأمسيات فنية.